اليومين فاتوا كان في دعم كبير منهم فمشتهم على الدعم ده والحمد لله قدرنا نفرحهم. طبعا كان ماتش صعب، ماتش بدوري اخر ماتش لينا في الموسم، فكان تحدي كبير لينا ان احنا نحافظ على الدوري الموسم الثاني على التوالي. الحمد لله اللعيبه عملت اللي عليها وموجود نفسها في الملعب وربنا كرمنا الحمد لله. كلمه لجمهور النادي الاهلي يا جماعه. بنشكر جمهور النادي الاهلي على الدعم اللي شفناه في الفتره ده، دعم كبير جدا بصراحه. الدعم كان وصل لها وكان وصل للعيبه كلها كانت حاسه بيه. بنشكر على الدعم ده وان شاء الله نقدر نفرحهم المره الجايه ان شاء الله. كابتن طبعا في البدايه برحب بحضرتك وعايز ابارك لك بالتاكيد على الفوز النهارده، شايف النهارده الفوز ازاي؟ وبالتاكيد كمان ان هو اتعمل بنظام كمان جديد للبلاي اوف بس اوف 3. الله الأول بحمد ربنا وبشكر زمايلي وبشكر كل الجمهور اللي ساندنا من أول السنة. بطولة طويلة بذلنا فيها مجهود كبير من أول يوم، ما كانش ينفع تنتهي الحمد لله بتتويجنا، يعني نظام جديد لازم نقبله لازم نتعامل عليه. الحمد لله ربنا قررنا في أول ماتش، تاني ماتش حصل بعد بعض العقبات، لكن الحمد لله دايما اللي بيتعب وبيجتهد ربنا بيكلم مجهوده في الآخر بألف خير. الحمد لله يا كابتن. وكلمة لجمهور النادي الاهلي طبعا اللي كان واثق فيكم بالتاكيد بالاخص كمان بعد المباراه الثانيه. والله مهما اقول انا مش هوفيهم حقهم، احنا كلنا موجودين عشان خاطرهم. طب يعني هي كلمه السر دايما بتتقال في اي رياضه جوه النادي الاهلي، هي جمهوره دايما هو البنزين اللي بيتحرك بيه. جمهور ما بيشبعش، جمهور انت كسبت بطوله يكلمك بكره احنا عايزين بطوله اللي بعديها، فهو ده الدوافع اللي دايما بتخليك دايما تجدد دوافعك وتشتغل اكتر علشان تحاول بقدر الامكان ترضيهم. لكن عارف ان هم في الاخر ما مش هيرضوا، هم عايزين طول الوقت مكسب وطول الوقت نلعب حلو وطول الوقت نكسب فرق 10، فهو ده البنزين بتاعنا اللي بيحركنا. بس كده يا كابتن الف مبروك تاني. كابتن فوزي طبعا برحب بيك على شاشه النادي الاهلي وعايزك طبعا تتكلم بمناسبه الفوز النهارده. والله طبعا الحمد لله مباراه كبيره، اول مره يبقى في حاجه في مصر بلاي اوف ثلاث ماتشات، لان ثلاث ماتشات على مستوى عالي جدا. كسبنا اول ماتش وثاني ماتش ما توفقناش، بس الحمد لله احنا كنا مركزين الماتش الثالث ننزل نعمل اقصى حاجه عندنا وظل حصل في الملعب فعلا. كلمه لجمهور الاهلي. بشكر كل الجمهور على الدعم. يمكن السنه دي احنا عملنا مجهود كبير جدا، الفرقه كلها عملت مجهود على اعلى مستوى. الحمد لله ده توجنا ان احنا نفوز باربع بطولات في الموسم، طبعا اربع بطولات غريب جدا علينا وبنهديهم للجمهور العظيم. الحمد لله. كابتن طبعا برحب بيك في البدايه وعايز ابارك طبعا على بطوله الدوري، تحب تقول ايه بمناسبه الفوز وطبعا لجمهور النادي الاهلي لو سمحت؟ الحمد لله بشكر جمهور النادي الاهلي على الدعم المستمر مع الفرقه كره اليد. الحمد لله كانت بطوله صعبه جدا، كان في نظام جديد معمول السنه دي بيست اوف 3، ربنا كرمنا الحمد لله بالبطوله دي وتعتبر بطوله رابعه السنه دي لينا في الموسم، فالحمد لله رب العالمين. كلمه لجمهور النادي الاهلي يا كابتن. والله انا جمهور النادي الاهلي بالنسبه لي انا مشكور على كل حاجه، على كميه الدعم للفريق، على كميه الدعم ليا انا على المستوى الشخصي، واتمنى ان هو يفضل مدعمني السنه الجايه في الاحتراف، وبشكره شكرا جزيلا على كل حاجه قدمها ليا وقدمها للفريق وقدمها للنادي. نهائي الدوري يا كابتن اول مره بتعمل بنظام بلاي اوفز طبعا بس اوف 3، فطبعا شايف النظام ده ازاي؟ يمكن شفنا طبعا الاهلي اخذ ماتش والزمالك اخذ ماتش فزادت صعوبه طبعا المنافسه على البطوله. لا هو طبعا نظام البطوله ده جديد علينا فطول الدوري قوي وخلى في منافسه شرسه. طبعا احنا كسبنا اول ماتش، الزمالك كسب ثاني ماتش، بقى في ماتش فيصل، بس الحمد لله قدرنا نكسب والحمد لله قدرنا نتوج بالدوري. الحمد لله. ميرسي جدا يا سيكو، ثانك يو. انا برحب بيك على قناه الاهلي وعايزه طبعا ابارك لك على البطوله، وشايف طبعا الفوز النهارده ازاي وكلمه لجمهور النادي الاهلي. طبعا الله يبارك فيكي. طبعا الحمد لله بعد الفوز للجمهور ومجلس الاداره الناس كلها من اول السنه كله تعب معانا، ما حدش قصر. الحمد لله الفرقه ديت من اول السنه تعبت والحمد لله ربنا اداها في الاخر اربع بطولات الحمد لله، واهم بطوله بطوله الدوري يعني الحمد لله. الحمد لله. ميرسي جدا يا كابتن. طبعا عايز ابارك لك على الفوز النهارده، يعني زي ما متعودين طبعا منك اداء ولا اروع في الماتش، تحب ايه تقول بمناسبه الماتش وجمهور النادي الاهلي؟ طبعا الحمد لله انا ببارك لجمهور النادي الاهلي وببارك لمجلس الاداره وببارك لكل العاملين بالنادي الاهلي، وهو ده دورنا. النادي الاهلي دايما يستاهل اكتر من كده بكتير واحنا بنحاول نعمل دورنا مش اكتر، والحمد لله على بطوله الدوري اهم بطوله طبعا بتبقى بتكون في الموسم، وكان نفسنا ان احنا ناخد ست بطولات من ست احنا خدنا اربعه الحمد لله ان شاء الله اللي جاي كله بتاع الاهلي يعني ان شاء الله. ان شاء الله. وعايزه طبعا اكلمك على نظام ده البلاي اوف ذا بيست اوف 3، نظام جه طبعا على نهائي كره اليد في نهائي الدوري، فشفت ان طبعا النظام ده ازاي؟ هو طبعا احنا من قبل الموسم كانوا قالوا ان هيتلعب بالنظام دوت، طبعا ناس كتير كانت شايفه ان النظام ده ممكن يكون ما فيهوش عدل قوي عشان الفرق بين الاول والثاني ممكن يكون كبير شويه، بس الحمد لله وربنا يعني رايد ان احنا نكسب، واحنا تعبنا طول الموسم والحمد لله حتى لما تعادلنا في السلسله 1-1 كان عندنا ثقه كبيره قوي في ربنا ان هو هيكرمنا النهارده، والحمد لله يعني ان احنا كسبنا يعني الحمد لله.